قلت مرارا وتكرارا، وقلت حتى في هذا الدرس اليوم، قلت إن الجهاد واجب فرض عين على كل قادر لرد العدو الصائل الباغي الظالم في بنغازي، على كل من له قدرة فرض عليه أن يلتحق بالمجاهدين وينصر إخوانه، وهذا الجهاد هو جهاد دفع وليس جهاد طلب، فكل من يقدر يجب عليه أن يلتحق، ولا يشترط فيه استشارة أب ولا قريب ولا صديق ولا ولي أمر، بل يجب عليه أن يلتحق لدفع الظلم عن إخوانه، فإنكم إن تركتموهم تحت أي ذريعة، سواء كانت هذه الذريعة استشارة الأب ولا الأم ولا غير ذلك، فإنكم إذا تركتموهم فإنه سيتغلب عليكم جميعا، ولا يترك الأبناء ولا الآباء ولا الأمهات، سيدمر كل إنسان صالح، سيدمر كل غرس، كل مؤمن يريد إقامة شرع الله ودين الله، ويريد إقامة دين الله وشرعه، ويريد إقامة وطنه وتحريره ورفع كلمته، فهو أتى لتدمير كل القيم وكل الأشياء التي يعني تصلح الناس وتصلح البلاد والعباد، فلا بد من الوقوف صفا واحدا أمام هذا السيل الجارف الذي لا يبقي ولا ذر، لابد أن توحدوا صفوفكم وتلتحقوا بالدفاع في جبهة بنغازي لقتال المجرمين والظالمين الذين يصطفون مع حفتر وجنده، لابد أن تجتمع كلمتكم نصرة إخوانكم، لقد رأيتموه بأعينكم كيف ينبش القبور وكيف يشنق الموتى وكيف يحرق الجثث، ليس بعد هذا الإجرام إجرام، فلابد أن تتحرك فيكم غيرة الدين وغيرة الوطن، وتوحدوا صفوفكم وتردوا الظالمين وتردوا المعتدين، ولا تشتركوا مع الذين يخذلون ويثبطون وينشئ الإشاعات في القنوات ولا على الفيسبوك ولا يعني في المنتديات، فهؤلاء والله لا قيمة لهم، إنهم يقومون بدور المنافقين المرجفين الذين لعنهم الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة.